هذا آخر شرح تحتاجه عشان تتغلب على البوس الأخير بلعبة بلاك ميث ووكون، لأن هذا البلد كان فضله ثم المتابعين وبالأخير صالح مفيسة اللي عطاني الشيء اللي أحتاجه عشان أقدر أتغلب على البوس. وإذا تبي تشوف الفايت كامل وشون طبقت الشرح هذا على البوس فأنا مخليلكم مقطع من الفيز الثاني آخر الفيديو. ليش هذا الفيديو بيكون أفضل وآخر شرح تحتاجه؟ لأن أنا غلبت بأصعب شيء باللعبة وهي التختيمة العاشرة. بتسألني شنو الفرق؟ الجواب إن كل تختيمة تكون أصعب من التختيمة اللي قبلها، والهيلث والدامج مع البوسس يكون عالي، وهذا يظل يزيد إلى ما توصل التختيمة السادسة. بعدها اللعبة تثبت الصعوبة، فمن الآخر التختيمة السادسة هي نفس التختيمة العاشرة، هي نفس التختيمة العشرين. ليش أنا أقولك هذا الشيء؟ لأن الأغلب إذا مو كل الشروح الموجودة على اليوتيوب تتكلم عن التختيمة الأولى أو الثانية أو الثالثة، طريقتها ممكن تنفع معك، بس صدقني الطريقة اللي بعلمك إياها بتريحك وبتخليك ضامن تتغلب عليه. قبل لا نبدا، اذا انت ما تعرف حركات انصحك تلبس درع ووكونغ مع سلاحه وتقعد تتدرب عليه لين ما تعرف شلون تتفادى حركاته، لان اذا ما سويت هذا الشيء راح يكون الوضع صعب عليك وراح تحرق الادويه والموارد اللي عندك وما راح تستفيد. واذا انت من النوع اللي يحب يناطح من غير لا يستخدم شيء فهذا الشرح مو لك، بس ما يضر لو شفت الشرح كامل لانه راح تستفيد. لا تنسى تكتب لي رايك تحت بالتعليقات اذا الفيديو هذا عجبك، وبعدها اقول كم محاوله اخذها منك عشان تتغلب عليه، ودامك تحت لا تنسى تشترك في القناه على دربك. طبعا المرحلة الأولى أو الفيز الأول بيكون أسهل شيء، لأن كل اللي تحتاجه درع ووكونغ مع الدواء اللي يزيد فرصة الكريت. أول شيء راح تاخذ الدواء، بعدها تشحن الضربة قبل تدخل عليه. بعد ما تضربه راح تخلي مسافة بينك وبينه وتقعد تشحن الضربات وتدخل عليه. ما احتاج تكون قريب منه لما تبي تضرب، امش بس كم خطوة والهجوم راح يقرب لك المسافة. بس خل بالك في هجومين هو دائما يسويهم، الأول راح يكون عصا عليك وهذا سهل تتفاداه، والثاني لما يوقف على عصاته وينزل عليك وهذا سهل، بس خل مسافة بينك وبينه وتكون أمورك تمام. الشيء الخايس بهالفيز إنه ممكن يتفادى ضرباتك، وهذا شيء عادي، أهم شيء خل الوضع مثل ما هو لين الفيز اللي بعده، إنه ما تبي تستهلك المشروب والمانا اللي عندي قبل الفيز الثاني. والفيز الثاني تحتاج كذا شغلة تكون معك. أول شيء في أدوية اثنين لازم يكونون معك، الأول بيكون إذا مت ترجع تعيش مرة ثانية، بس خل ببالك إنه بيكون استخدام واحد بس، وصعب تصنع منه واجد لأن موارده نادرة، فنصيحتي لا تستخدمه إلا إذا قربت تتغلب عليه. والشيء المهم إن هذا الدواء نادر، فلا تقعد تدور عليه لأنه ما في إلا مكان واحد بتشابتر 4. إيش راح تسوي؟ راح تروح عند صاحبنا الثعلب وراح تقدر تشتري منه الوصفة، تقدر تصنع الدواء كثر ما تبي إذا عندك الموارد. والدواء الثاني اللي تحتاجه هو ماي ريج بيل، هذا الدواء يشحن لك التحويل عشان تقدر تستخدمه أكثر من مرة مع البوس. ثاني شيء تحتاج المهفة، وهذا تكون أنت محصل عليها لما ختمت الشابتر الخامس. والشيء الثالث اللي تحتاجه هو ثروست ستانس، وتكون كل مواهبها عندك، لأن هذا الشيء الوحيد اللي ينفع معاه لما تكون مشحونة، لأن الباجي ما راح تستفيد منهم وراح يتفاداهم. وآخر شيء لازم تخلي رينج اوف فاير بدال التجميد أو الموبلايز لأن ما راح تستفيد منها، وتخلي التحويلة القرد الحجري، وهذا تقدر تحصل عليه إذا سويت كل المناطق السرية والكويست اللي بشابتر 3 ورحت المنطقة السرية اللي بشابتر 3. وإذا ما عندك إياها تقدر تستخدم أي تحويلة ثانية، وأنا أنصح بتحويلة الذيب اللي تحصل عليها من الشابتر الأول إذا أنت محتار شنو تختار. وإذا أنت كنت بالتختيمة الثانية أو اللي بعدها أنصحك تحط اللايف ستاند بدال بلاك أوف ميني، لأنه راح تستفيد منها وايد. الحين خلني أشرحك شلون تقدر تبلش الفيز الثاني. أول شيء راح تختفي، بعدها راح تستخدم المروحة، بعدها راح تستخدم الروح وتنزل عليه ضرب. أهم شيء يكون هدفك تتفادى ضرباته وتشحن فوكس عندك، بس لا تستخدمه إلا لما يشحن فوكس كامل، واستخدامه بيكون لما تتفادى ضربته تضغط مثلث عشان توقف باقي هجماته. على التحويلة فهذا شيء راجع لك، تقدر تستخدمه بالبداية أو بالنص كيفك، بس أول ما تستخدمه حاول تضربه كثر ما تقدر، بعدها رخلها تشحن شوي، وإذا صارت فرصة أخذ الحبة اللي تشحنها، بس لا تنسى عند حدك 3 حبات ولا تخلصهم مرة واحدة، أخذ حبة راح تشحن لك تقريبا الربع، كمل لما تفول التحويلة واستخدمها مرة ثانية. بعدين إذا قرب البوس يموت استخدم آخر حبتين عشان تضمن إنك تتغلب عليه. والحبة اللي ترجعك للحياة استخدمها لما الهيلث مال البوس يكون أقل من النص والمشروب اللي معك خلص، أو إذا استخدمت اللايف ستاند. وبونس أخير، في هجوم بالفيز الثاني الأغلب مجننة وأنا منهم، اللي لما يوقف على العصا ويحذف عليك عصي صغار. عندك حلين، إنك تختفي، والثاني تضغط L2 لين ما يكون باقي عصاتين، بعدين راح تتفاداهم وتفادي باقي ضربات. Thank you.
اوكي غلطة اكبر من راسي. ما اشوفك والله ما اشوفك، ما يصير والله ما اشوفه. الكاميرا تبن انت تعال، انا تعبت منك، انت تعال. والله ما ادري ايش سوى هذا. مو مشكلة مو مشكلة، صار اكشن توه هني، ما ادري ما ادري ايش اللي صار. يا الله حتى التحويلة عندي ما تقدر تسوي شيء. اخذ الحبة، شكرا.
زين يذبحني عشان ارجع شو اسمه. اوكي زين عشان نرجع مرة ثانية. حياتين ضاعوا اي والله ضاعوا بدري هالمشكلة. اكره الهجوم هذا اكرهه. انا المروحة بس تشتغل عندي اموري تمام. لا هذه استعجلت فيها. صبر لا 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 تكفى لا تهاجم تكفى تكفى. خذ 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 الحبة. لا ما راح ساجة ابي التحويلة تشحن مشكلة ما عندي ولا حبة الحين. ابي مانع ابي مانع مضطر اخذ اشرب هذا ابي مانع عشان اختفي لا سمح الله صار ما صار يمدينا اواخر عنه. ايوه ابي اخلص بس ابي اخلص منه ولا انه ورانا واحد ثاني. يلا التحويلة بس وين هي؟ أبي التحويلة. أيوه يلا 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 مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة. اخيرا يبي له بريك يبي له بريك صراحه.